في بيان أرسلته وزارة الصحة المصرية إلى كل المديريات بطالبهم فيها إن هم يكونوا على أهبة الاستعداد لترصد ظهور أي حالة من حالات الفيروس الغامض اللي بيهاجم كبد الأطفال. إيه حكاية الفيروس ده؟ ده اللي هنعرفه مع بعض بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور حسن الحفناوي استشاري طب الأطفال وحديثي ولادة، وانت دلوقتي بتتفرج على قناة الحفناوي كلينك. فلو أول مرة تتابعني يا ريت ما تنسناش باللايك والسبسكرايب. بنتكلم مع بعض عن حكاية الفيروس الغامض اللي بدأ ينتشر في أوروبا وبعض الولايات الأمريكية. وزارة الصحة المصرية بعتت منشور لكل المديريات إنها تكون على هبة الاستعداد لظهور أي حالة من حالات الفيروس الغامض. فايه حكايه الفيروس الغامض ده؟ الفيروس ده بدا يظهر من اول شهر يناير، بدا يظهر في بريطانيا وسجل منه 74 حاله تقريبا، وبدا يظهر في بعض الدول الاخرى زي نيوزيلندا وهولندا والسويد وبعض الولايات الامريكيه، لكنه حتى الان بفضل الله لم يظهر في امريكا في افريقيا ولا اسيا. الفيروس ده لما عملوا التحاليل والاختبارات ما طلعش ان هو فيروس سي ولا فيروس بي ولا فيروس ايه ولا اي فيروس من الفيروسات المعروفة اللي بتصيب الكبد. الفيروس ده بيصيب الاطفال من عمر شهر حتى عمر 10 سنين. هو ممكن يصيب الاطفال اكتر من 10 سنين، ولكن معظم الحالات كانت من عمر شهر لعمر 10 سنين. الاعراض ايه؟ الاعراض الاول بتكون اعراض برد خفيفة واعراض سخونية، وممكن بعد كده تقلب بإسهال وترجيع، ولكن المميز في الحالات دي إن بيحصل فيها إصفرار للعين ولون البول بيتحول إلى اللون الداكن. ولما بنعمل إنزيمات الكبد بنلاقي إنزيمات الكبد بتعدي 500. يعني إحنا عارفين إن الطبيعي في إنزيمات الكبد إن هي تبقى أقل من 43، إحنا لأ، بنعمل إنزيمات الكبد بنلاقي إنزيمات الكبد بتعلي 500، والطفل طبعًا بيكون في حالة إعياء شديد وإسهال وترجيع واصفرار بالعين وبول داكن. الفيروس ده الحمد لله بعض معظم الحالات شفيت منه، ولكن في حالات دخلت في مراحل متقدمة اللي بنسميها فالمنت باتيتس، وفي بعض الحالات احتاجت زراعة كبد. طيب الفيروس ده بيتنقل عن طريق ايه وفترة الحضانة بتاعته قد ايه؟ حتى الآن لسه مش معروف، ولكن تحسبا او على حسب المعروف ان معظم حالات نقله في كورال، يعني بالاكل الملوث. فالوقاية منه هتكون ان اولادنا ما ياكلوش اي اكل بره البيت، ونحافظ على النظافة الشخصية. ولادنا بعد ما يعملوا حمام لازم يغسلوا ايديهم كويس جدا، ولما يرجعوا من المدرسة او يرجعوا من اللعب لازم ينظفوا ايديهم، ولازم الاكل اللي هم بياكلوه يكون مغسول كويس جدا. طيب في حالة لو قدر الله ظهر عندي ابني عينيه اصفرت او ظهر لون البول داكن، لازم ما اسكتش واتوجه الى اقرب طبيب واعمل سونار على البطن واعمل تحليل انزيمات الكبد. ولا قدر الله لو ظهرت الاعراض دي لازم اعزل الطفل، علشان غالبا ان الفيروس ده هيكون معدي ممكن يعدي اخواته. هي لحد احنا بنطمن الناس حتى الان مفيش اي حالات سجلت في مصر، مفيش اي حالات سجلت في افريقيا ولا في اسيا، ولكن احنا بنعمل تحسبا لما قد يكون هو ات. ان شاء الله طول ما احنا بنلتزم بالاجراءات الصحيه وان احنا بنحافظ على النظافه الشخصيه وبنعود ولادنا على السلوكيات الصحيه، ان شاء الله ما يحصلش خير. واي جديد في موضوع تطور الفيروس ده هنبلغكم بيه ان شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.